اهلا اصدقائي، حياكم. اليوم راح اصور لكم الرف مال يوم الجمعه. شنو معناته يوم الجمعه؟ يعني اسقي هالنباتات لازم يوم الجمعه، لان جمعتهم كلهم برف واحد. فخلنا نشوف شنو هم النباتات، لانه وايد سالوني شنو النباتات اللي نسقيها يوم الجمعه. فانا قلت لكم انا عندي رف. هذا مو معناته ان ما في اماكن ثانيه، ما في نباتات في اماكن ثانيه، بلا في نباتات في اماكن ثانيه، بس هذيله انا ادري 100% ان هم نباتات يوم الجمعه. عندي نبته الحين اصور لكم اياها فوق، هي نوع من انواع الفيرن، سرخس. تشوفونها كاهي كاهي، انا معلقتها، زوجي يعطيه العافيه طق لها مسمار بالسقف وحاطها كذي علشان هي تمشي مثل الحبل، وماخذه راحتها قاعده تتسلق، لانها كانت هني، هي كانت موجوده هني، كانت تتذكرونها، كانت كبيره هني واذتني، تشربكت مع النباتات كلها، فقمت وغيرت لها المكان. زوجي قام، لان هذا شارين الخشب، احنا هذا ديكور هذا الخشب، قال لي إن يعني ليش شارين، احنا قطيتي وما قاعد تستعملينه. قلت لا، ايش حق قطه، ما راح اقطه يعني. كان يقوم زوجي وثبته وهذا، قال لي شنو تحطين فيه من نبته؟ قلت له خلها مخمخ، خل هذا دام انها هي تحب انها هي تنتشر، خل تنتشر تترس للسقف. ايش رايكم؟ يلا خلينا نشوف الحين النباتات اللي تشرب يوم الجمعه. تابعوني اصدقائي. هذا الرف مثل ما انتم شايفينه، انا ليش مسميته يوم الجمعه؟ لان اولا الاحواض كلهم صغيره، حجم صغير، وفخار هذا نوع زين، فخار. ما انا ما ادري عن النبته، يعني ما راح اتكلم عن النبته شنو هي، لكن ابي السبب. اولا لان الحجم صغير وفخار، فتنشف بسرعه التربه على هذه النبته. ونشوف حتى كذلك حجمها صغير، وهي هذه هذه بيبروميا، اشوفها هني بيبروميا من هذا النوع. لان انا حاولت معاها، هذا طبعا انقاذ، فهذا اللي بقى من الاساس يعني، فحولتها حق حوض فخار وحجم صغير، وحطيتها هني علشان هي تحتاج ان هي تشرب ماي بسرعة. نشوف بعد اصدقائي، يعني نشوف كلهم احجامهم صغيرة، ما عندي احجام كبيرة، ما عندي. اوكي. اللي فوق هذيلاك نشوفهم مع بعض، هذيلا اللي فوق، هذيلا اللي فوق انا حاطة توقيتهم 1:15، فبس هذيلا اللي تحت احنا مثل ما قلت لكم هما اللي مالوت يوم الجمعة، اللي فوق 1:15. خلينا نشوف هني تحت، هذا الرف اللي فوق قلنا، وهذا هني نشوف الرف اللي هني شنو فيه. كذلك في فخار وفي احجام صغيره، كلها فخار واحجام صغيره. نشوف ناخذ هذه ما شاء الله الورود، ها يطلع ورد ويطيح، يطلع ورد ويطيح، تتبطل تصير فيها ورده وتطيح، ما شاء الله. قراب من الليت وبالرف، وحجمها صغير، فتشرب يوم الجمعه بالطريقه. انا لان عندي الحين في صار قامت تختلف طرق السقي عندي، فاحط لها ماي قليل باسفل الحوض واحطها كذي ومخليتها. والله العظيم يعني لازم فيها ورود لونهم ابيض. عندي اختها الحين، خلنا اشوف اختها كاهي، اختها بالرف الثاني. اختها بالرف الثاني هذه قامت تطلع ورد وردي، ما حطيتها بس انها تطلع يتشابهون مو، بس هذه ما شاء الله البلومينج ملوتها والورد ابيض، هذه لا تطلع ورد وردي. نشوف بعد شنو عندي نباتات. عندي تجدير، عندي تجدير تجدير، كلهم تجدير. وعندي هذه انقاذ اللبستيك، انقاذ اللبستيك عندها منها موجوده على انا اي نبته اشوف ان هي تنشف تربتها وتحتاج مايه سريع احطها هي. ما عندي اربعة ايام عاد، لا عاد يلا مسخت اسبوع، كل اسبوع لازم اسقيها، كانها بحوض فخار ولا بحوض صغير كلهم يشربون. هذا انقاذ اللبستيك الورديه اللي شفناها بالفيديو هذاك، هذا الانقاذ مالها نقلتها حق تربه وخليتها بحوض فخار، قلت يلا على اساس انه تعيش وان شاء الله ان هي تعدل من وضعها. نشوف وضعها شلون حتى لغايه الحين، فيها سوالف هاللبستيك هذه.
يلا ما تشوفين شر فوق كذي. هذه بعد خليني اوريكم شنو عندي. عندي هني هذه تجدير، هذي له تجدير، تجدير السبايدر كذلك، بحوض صغير وكل شيء، فتشرب ماي، ولانها قريبه من الليت، كاول الليت يمها قريب حيل، فاسقيها كل اسبوع كل يوم يمعة. هذا تجدير. وعندي هني انقاذ، عندي هذه البركن، فيلودندرون بركن، هذه اللي لونها ابيض ما شاء الله. نشوف هذه قاعد تصير بيضة حيل ما شاء الله، واي كلها بابيض تبارك الرحمن، وفيها نمو. هذه انقاذ، مو انقاذ، هذه جزأتها من امها، خذيتها امها، ما ادري وين امها ضايعه بين الزق. زين هذه هذه جزأتها من امها، ما شاء الله جميله حلوه. فهني لانها قريبه يم الليت نشوف فيها هذا الجمال. عندي هني في لا هذه هويه، هذه نبته الهويه، انا حطيتها بحوض فخار. هذا من انواع الهويه، من انواع النادره يسمونها، لانه فعلا ابي واحده ثانيه ماني لاقيه، جميله جدا وتحب نشفان التربه التام. من كذي حطيتها بفخار عند الاضاءه، فما عندها اي مشكله، واسقيها تكون التربه ناشفه يوم الجمعه. عندي هذه بعد صبار جميله حبيتها، هذه قامت تكبر وقامت شو تسوي؟ قامت تقطط، بس اللي يطيحون عيالها، يعني قاعد يقط عيالها. يلا شويش قولي لي انا اخذهم. بس والله انا يعني مره قالوا لي هويه، مره قالوا لي صبار، مره قالوا لي هويه، مره قالوا لي صبار، ومن زمان عندي وما كنت عارفه شنو هي. فكنت اتعامل معاها ان هي صبار، هويه سوري، كنت اتعامل معاها ان هي هويه. بعدين كانوا يقولوا لي لا صبار، قلت يبا كيفكم الحين هوية صبار. المهم اني لاحظتها ان هي فعلا تحب نشفان التربة التام قبل السقيفة. من كذي حطيتها بحوض فخار وقربتها من الإضاءة نشوف النمو، نشوف الجذور قاعدة تتبطل فيها جذور، ومن هذا الخيوط البيض هذول كلهم جذورها، فتقطهم، يقط هذا يطيح بالنباتات اللي تحت يكبر. زادت على هالاساس هذا، قلت لها لا لا تقطين خلاص انا اخذ. شوف شلون ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، جميله جميله حبيتها. ويعني كنت ماني فاهمه شنو هي، بس الحين عرفتها وحبيتها وما شاء الله. لشنو هي حلوه وجميله، ما تبي شيء على اضاءه البيت، كا هذا اضاءه البيت، حتى مو جرو لايت ولا شيء، بس هي قريبه يمه. وتشوفها ما شاء الله شلون صارت، شفت شلون وصلت جميلة. خلنا أوريكم اللي هي قطتها، وأنا قلت لها يعني وياك تقطين مرة ثانية، ما تبي ما خلاص أعطيني إياها لا تقطين. أنا أخذه إيه وحطيته ما شاء الله، وكهو قاعد يصير نفس أم شحلاته يهبل. أوه ويحب طبعا، هي هذيلا كلهم يوم اللي معي يشربون ماي، ف وهي تحب نشفان من كذي حطتها بهذا الفخار. فهذا ولدها قلت لها يعني قطيتي مره ثانيه انا عاد يا ولد راح اقطك. اوكي عندي هني البوغونيا، عندي هني البوغونيا حطتها بجلاس. البوغونيا الورديه نشوف عيالها، انا ما ابي اخذ منها عيالها، وهي بهذا بحوض مسكر وقريبه يم الاضاءه، فمن كذي طلعت العيال. كل يمعه اصب لها قليل من الماي فوق وخلصنا. عندي هويه بحوض صغير، هويه نبته الهويه الشمعه او شيء ما ادري ايش يسمونها، حلوه يعني حلوه. هذه هذا قاعد يصير فيها اللون الوردي بس خفيف، كلها حاطة عليها أنا زيت النيم، فمن كذي شوية الملمس، لكن ما شاء الله قاعدة تطلع نمو، وهي قاعدة تحاول إن هي تمد جميلة. ويا صار يوم الجمعة أعطيتها قليل من الماي وبس. هذي الكبار ما راح نتكلم عنهم. عندي هني تشوفون أصدقائي يبين كاهي الجينورة، ما راح اطلعها اللي إيه؟ راح اطلع واحدة ثانية اسهل، نبتة الجينورة
مليت وانا اخذ منها، مليت انها بس كانت سبيشل ونادرة ومو بهالشكل تصير. خذيت هم كذلك. شفت، شوفوا ترى هو الحوض هنا، هي واصلة لهني، هذا كله نمو مالها بس مغطينها. وبحوض صغير، وتحبنا شوفان التربة قبل السقي، وإضاءة البيت، وكاهي موجودة على إضاءة البيت. يعني شفت مرة فيديو، واحدة قعدت تشرح تقول إن لا تخلونها ترتاح وايد تستانس هي بالمكان، راح تمد وتمد وتمد، بعدين راح تصير يعني إن ساقها يطلع مو مضبوط. فعلا كل ما نقصها كل ما نقصها كل ما يعني سهلة إن هي نجذرها وتروح حق حوض ثاني. شنو بعد بوريكم؟ إيه، عندي صباريات وايد صغار، الحجم طبعا لأن الحجم فبسرعة تنشف، أسقيها بالأسبوع مرة. عندي هني إنقاذ من شو اسمها، من فيلودندرون، أنا قاصته، شوفوا هذا هو قصيته، فزقرت للحوض لأن اللي فوق كان فيها طقة بنية، ما أدري ليش شي يصير بنباتاتي إنه بالساق يعني بالنص يطيح لي كل النبتة، فأنا لازم أنقذها. فقصيته وشلت الطرف البني ونظفته، وكاهي ما شاء الله طلعت لي داير مدارها كلها كلها أوراق. حوض صغير توني ساقيت يوم الجمعة، كمية الماي بس إنه تحت حق الجذور، وما شاء الله مطلع لي كل هذيل على إضاءة البيت هني حق يوم الجمعة. خليني أوريكم بعد، عندي تجدير لازم أسقيهم يوم الجمعة، هذا بوتس، تشكيلة من البوتس. تبون ناخذ الكاميرا أفضل ونلفها وتشوفون، لأنه ما راح عشان أوريكم. إيه، شوفوا شو اسمك يا نبتة الفراشة، تجدير، شفتوا من وين قاعدة أطلعها؟ شوفوها هذه جذرت أنا، طلعت جذور ونقلتها حق حوض، وما شاء الله قلت لكم هي تصير كذي الحين لأن عددهم قليل. من يصيرون ترس الحوض راح يشدون كلهم مع بعض. كاهي جميلة، ومخليتها هني أقرب حق الإضاءة، وبحوض فخار فأشربها، لأن حجمها صغير فأشربها كل يوم يومين. لا، خلنا ألف في الكاميرا عشان تشوفون. إيه كذي يا أصدقائي وايد أحسن. هذا اللي وريتكم هني اللي تحت، هذي الكبار ما لهم شغل بيوم الجمعة، ما عدا نبتة الكوفي، نبات القهوة هي اللي أشربها يوم الجمعة. أما الباجي هذيلا أجلونيما 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 أجلونيما، كلهم واحد بالشهر. عندي هني كاتينجز، وعندي صباريات من ورا، هذيلا كلهم كاتينجز، أنا قاعدة أكبرهم، هذيلا كاتينجز كلهم. نشوف أحواضهم شلون صغيرة، صباريات وكل شيء، كل أنواع مختلفة كلهم يشربون، لأن حجمهم صغير ولأنه بفخار فيشربون يوم الجمعة. عندي الرف اللي فوق كاهم، هذه الجنورة اللي توني شرحتها لكم، عندي بوتس ما شاء الله، وعندي ورا هناك تجذير مال شو اسمك انت يا المرانتا، بس هذه نوع ثاني. عندها كاهي، هذه شو اسمك انت يا الفراشة، واجلونيما تحت هناك، نشوفها لحظة، خلينا نروح كذي، ايه اجلونيما وبوتس، وهني هذا حوض فيه ثلاثة مع بعض، حاطة كلهم هذيلا صباريات أنواع مختلفة، منخشين هناك ما عندهم مشكلة. نشوف هني أفريكان فايلت وقاعد بادية إن هي تزهر، وهني هذه بيس ليلي تجذير، وعندي هني هذه الهوية اللي مو راضية تكبر ولا تسوي شيء. شنو بعد عندي هذه إنقاذ كاليثيا،
اللي ملمسها مخمل، وهني هذه تجذير، عندي هني انتي يا مرانتا وقاعدة تزهر، وهذه اللي توني شاريتها حطيتها هني وياهم. قلت حلو، لان انا بحاول اني انا اخفف من الصغار، فراح احاول اني انا اخلي النباتات بهذا الحجم الاوراق، لانه بس صراحة مليت يعني من الصغار. شوف ايش كثرهم، هذا شوف الجنورة، شوفوها هني قاعدة بهذا الحوض، مادة ماشية كل هذا ما شاء الله. وعندها هذه البوتوس الجديدة اللي توني شاريتها، اصدار جديد، لا سندابسس، سندابسس ما ادري شنو اسمك انت، يا سندابسس هذه الجديدة. وعندي هني هذه نوع من نسيت والله، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه ببروميا كانت بتربة، صار لها سنة، ما ادري شنو يصير معهم صراحة، يعني ما ادري يمللون صراحة. نشوف هني نشوف ما شاء الله، كل هذه انقاذ وتجذير، محاولات انعاش. عندي هذا حجمها صغير، هذا تجذير 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 كهو، حتى هذا الجلاس موجود، وهذه النبتة قاعد احاول اطلع، احاول شوف هذه السنجونيوم لونها وردي، وعندي هناك هذيلة نشوفهم كهم، وهذه توني تكلمت عنها البوغونيا ستروبري، هذيلة هما، وهذه نوع من الصباريات، وهذيلة قاعدين تجدير، وهذيلة اللي توني تكلمت عنهم نشوف. وفي من ورا صباريات أحجام صغيرة وتجدير بالماي، وهذه الهوية، واللي فوق كلش كلش قلت لكم هذيلة نوع ثاني، أحواضهم كبيرة، وأنواع ثانية من الفلودندرونشي وأحواضهم كبيرة، فيشربون 1 و15. هذه المجموعة كلها 1 و15، راح أتكلم عنها في فيديو ثاني، بس إحنا فيديونا اليوم عن النباتات اللي تشرب كل يوم يمعة عندي في البيت، هذه لأهما. خلنا أوريكم بعد شنو اللي تشرب وكل يوم يمعة، يوم اليمعة أخلص منها الرف، بعدين اي وين يوم الجمعة، لحظة يوم الجمعة اشرب هذه يوم الجمعة، واشرب هني المجموعة هذيلا الصغار يوم الجمعة، الفخار هذا بوتس، وهذه البطاط، وهذا الفخار، هذا شو اسمك انت يا الفلدندرن، هذه لا هذه مانستيرا سوري، وهني عندي مارانتا، لا هذيلا مو يوم الجمعة، انا بي يوم الجمعة، عايشة لا تلخبطين، يوم الجمعة. شوف خلينا نشوف وين شنو عندي، فخار فخار، هذا بقايا، هذا انقاذ. عندي يوم الجمعة اشرب هذه الزابرينة، زابرينة هي اشربها، تحب تكون تربتها رطبة فاشربها ماي. وعندي شنو بعد هني يوم الجمعة تشرب، بس جنة هني عندي نبتة السعادة اشربها يوم الجمعة، واي نبتة بالفخار هني اشربها يوم الجمعة. شنو بعد راح افتر، يعني انا يوم الجمعة حافظة اماكنهم فاشربهم، هذه كنت حاطتها ان هي واحدة من الامنيات عندي، لقيت واحدة بالانستغرام ما شاء الله اعطتني اياها، جزاها الله خير، بسرعة الاماني قاعد تتحقق مع الزر. عندي هني هوية، عندي هنا هوية بالفخار فاسقيها يوم الجمعة. بعد شنو اسقي يوم الجمعة، شنو اسقي يوم اللي مع بعد، اي اي نبتة بالفخار، مثل عندي هني وين هنشوف هني، صح، عندي هذه بالفخار، هذه انثريوم يوم اللي مع اسقيها، وهذه بعد الانثريوم، هذه الانثريوم اسقيها يوم اللي مع لان هي فخار فتنشف معاها التربة، وانا ابيها ان هي تكون تنشف تربتها يوم الجمعة، لان عن تجربة نجحت معاي وكبرت وتحمست وجبت هذيلة وياهم. شنو بعد يوم الجمعة، يوم الجمعة لحظة، يوم الجمعة هني ما عندي هني يوم الجمعة، لا مبلا مبلا، عندي هذه الجميلة الحلوة، نوع من انواع السرخس اسقيها يوم الجمعة. شنو بعد اسقي يوم الجمعة،
شوف الحجم تبارك الله. ما شاء الله. بس ما عندي يوم اللي معي، ما عندي يوم اللي معي. شوفوا النباتات اللي فوق، ما في يوم اللي معي. نشوف أصدقائي، ما شاء الله، هذه إنقاذ، هذه أنقذتها. يلا يلا، خلاص خلصنا من الجولة. وكذي أصدقائي شرحت لكم النباتات اللي هني، ليش أنا أسقيهم يوم الجمعة والسبب، وتقريبا قلت لكم الأنواع. يعني أنا نباتاتي هني أساسا قاعد أسقيهم لأن حجمهم صغير ولأن هم في فخار، فمن كذي أنا حطتهم كلهم مع بعض وقاعدة أسقي. أتمنى لكم متابعة ممتعة ويوم سعيد. باي.